معينة للتخزين؟ اه طبعا. إيه الطريقة؟ بصي في حاجة خطر جدا في التخزين كمان. في عندنا كوفك، احنا كمصريين عندنا من مشكلة كبيرة جدا الجرايد. اه بنحط فعلا. بصي دي كارثة، دي كارثة. الجرايد دي كلها طباعة وحبر. فانت تخيلي ان انت شنطة بتحطيها وبتقفليها، مفيش اي نوع خالص من التهوية، فالحبر ده بينزل ويسيح ويقوم باهت جوه على الشنطة في كياس بلاستيك. كياس البلاستيك دي هي من العوامل الرئيسية اللي بتعمل بتجيب الرطوبة، مقفولة حتى حاجة مكتومة فعلى طول الشنطة. شوفي لو انت حطها في ايه، الشنطة هتتقشر على طول لوحدها، الجلد هيتقشر وهتبوظ. فمن الاخطار الشائعة اللي هي الجرايد وكياس البلاستيك. نبدلهم بايه؟ بحاجة بسيطة جدا. لو عندك فوطة، فوط العادية عندنا يعني فهماني، الفوطة بس يبقى لونها فاتح يعني بيج ابيض، تحطيها غيار داخلي اللي هو مثلا يعني فهماني حاجة اورجانيك، احنا دايما عليها اورجانيك، حاجة قطن 100% تتحط جوه الشنطة وتكون فاتحة فعمرها ما لان لازم الشنطة انا تحطيها، ومش بتكلم عن البراندز، انا بتكلم عموما على كل الشنط. لازم اما تحطيها تكون يعني ايه، عشان تبقى شنطه ماسكه نفسها، ما تلاقيهاش ايه عارفه ساعات تمسكي الشنطه تلاقيها مضروبه على بوكس كده، فلا لازم تكون جواها فيلينج او يعني يبقى جواها حاجه على طول مخليها ماسكه نفسها.